أنا أعلم أن هناك من يهاجمك، هناك من يغتابك، هناك من يوشي بك، هناك من يتكلم عليك بسوء، هناك من يذكرك في المجالس ويتهمك. نعلم المغتابون كثر والحساد كثر والذين يهاجمونك كثر، لكن لا تحزن لأجل هذا. تعرف ليش؟ لأنك أولاً حصلت على حسنات من كانت لهم حسنات، فإن لم تكن لهم حسنات خففت شيئاً من سيئاتك عليهم. لا تحزن، فإن الذي يهاجمك إنما يهاجمك لنجاحك، لأنك وصلت، لأنه لا ترمى إلا الشجرة المثمرة، فإن لم تكن الشجرة مثمرة فلا أحد يرميها أصلاً. لا تحزن، فإن خير البشر قد سبوه، وكل الأنبياء شتموا وتكلموا عليهم، بل أعظم من هذا، رب العزة جل وعلا لم يسلم من ألسنتهم. فلا تحزن يا عبد الله، وكن مرتاح البال، واعلم أن هذا الأمر خير لك إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة، فلا تحزن.